في وجود وسام ليفا بتغلط هتتعاقب، وفعلا هو اتعاقب. تعال نشوف وسام ابو علي قال ايه بعد مكسب النادي الاهلي النهارده بهذه البطوله. دفاع بالهجوم بالضغط، يعني عملنا شغل عظيم، يعني ما شاء الله علينا صراحه، يعني حاسس احنا كنترول الجيم 100% كله. شكل الاهلي كله فعلا زي ما انت بتقول النهارده كله مختلف، واضح انه اللعيبه النهارده نازله فعلا، الهدف النهارده تحقيق المكسب بشكل سكور كبير، وده اللي حصل، وشكل كمان جوه الملعب. احنا طالعين النهارده من بطوله الزمالك، واحنا قدرنا شوط اول كويس جدا ضد الزمالك، واحنا قلنا خلينا نطلع في نفس الطريقه، في نفس الفكره، في نفس الضغط والشراسه، وعملنا ده من اول دقيقه. اول ما انا نزلت اول كوره عملت لها بلوك، الفرقه كلها بتشوف اوكي وسام جاهز، ده هيكمل معايا كمل معايا، ففوقنا بعض والحمد لله، الحمد لله على المكسب. والعين كل احترام للعين، يعني فرقه كبيره جدا، ومكسب 3-0 مش قليل، يعني عملنا فرص النهارده ما شاء الله علينا، يعني ربنا يحفظه. شوف الجمهور، اول لقاء ليا معاك مع وصولك للاهلي، قلت لي حلم من احلامي ان انا اشارك في كاس العالم للانديه، وهتشارك وتاهل الاهلي النهارده للنهائيات في قطر، بطولة عظيمة بالتأكيد بيشارك فيها وسام والنادي الأهلي. إن شاء الله إن شاء الله يا رب يبعد عنا الإصابات والحاجات دي كلها، والنادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا في آسيا، وأحسن جمهور في الدنيا كلها. لهم حاجة بقى وأنت معانا أهو قدامك. لهم إيه؟ أنا أقول لك إيه؟ صحابي اضطروا يجوا الماتش قبل بأربع ساعات عشان يدخلوا الإستاد، الإستاد ملان قبل بأربع ساعات، بحياتي مش شايفة. يعني هن ربنا كرمنا بأصحابي هنا موجودين ومصدومين، يعني انا شرف لي انه العب قدام جمهور كده، شرف لي، ودي حاجات مش هنساها حياتي كلها. انا جاي من فرق ولا بكسب بطولات، واكون موجود هنا قدام جمهور عظيم كده، الحمد لله الحمد لله يا رب.